الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة دي فن ولعب بين السنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذة. تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز أوف فانتسي ولع نار. مساء الخير، يوم جديد ستارز أوف فانتسي، برنامج طبعا يعني مشتعل جدا مع العالمي والإمبراطور. دايما بنقول يا رب، قاعدين نزق في ميدو على اساس يعمل اي حاجه، ولكن مش واضح. انا شايف ان هو عنده تركيز مختلف السنه دي. واضح ان حسن كان بيلعب السنه اللي فاتت وجاهز بشكل كبير. تعاونت مع ميدو كتير جدا في بدايه البطوله ان يعني يحاول يحط على حسن، ولكن خلاص الموضوع انتهى. وقمه الغرور طبعا ان حسن امام النهارده جاي بشورت نظرا للظروف اللي احنا بنعاني منها والسكور العالي اللي هو عامله. يا ميدو، لا سكور عالي، لا يعني احنا الاثنين تعبانين 42 47 ده. خلي بالك احنا لو دخلنا في الترتيب بتاع الفانتسي هنبقى في اخر ناس خالص. انت عايز تاخده تنزل بالنيل؟ لا لا، بس الاسبوع ده الناس كلها اساسا اقل شويه من الاسبوع الاولاني. الاسبوع ده كانت قصه صعبه معقده صعبه شويه، بس انا بحييك يا تعالى صراحة. يعني انا ما كنتش شايف ان انت بتفهم في حاجه، لكن انت لا بس خدت انا نقطتين بتوع التوقعات. كنت موهوم انت بالهاله بتاعتك. لا 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 بقول لك ايه، لا لا مش 6-0 مش 6-0 مش 6-0 6-2 كلمتين الانجليزي وبتاع. مع كل جوله ثلاث نقط. لا وفي نقطتين توقعات. لا التوقعات مين بقى الفانتسي يعمل لك يا جماعه؟ واحده بعد التعميم يا جماعه، بعد اذن توقعات. لا لا انت اتفقت المره اللي فاتت قلت انا هيعمل لك ثلاث نقط للبتاع، انت برضه هتفيدك بعدين. ايه ده؟ لا لا ده فانتسي. دي واحده بعدين. إيه على التوقعات ده؟ بالعكس ده الناس بتكسب ملايين. هو اسمه يا فندم، دي قواعد اللعبه، قواعد الفانتسي. ايوه عارف ده منين ده. وبعدين احنا هنعمل لك حاجه جانبيه. ايوه هي دي. انا هظبط لك حاجه، لان انا الوضع بص الوضع صعب جدا. في البدايه طبعا قبل ما نتكلم في اي حاجه بنبارك لنجومنا وطبعا نجوم مصر كلها في الهاندبول، فوزهم بكاس العالم واستقبال الحقيقه اسطوري في مطار القاهره، واستقبال تاريخي، والجمهور الحقيقه كان رائع، ومنتخب يعني حدث ولا حرج. مكافآت بالجملة بتنهال على منتخب كرة اليد، يستاهل المباركة ويستاهل التحية طبعاً. طبعا الحقيقة بص، الهاندبول دايما في مكان مختلف. يعني الهاندبول والسكواش بصراحة الاثنين لعبتين، ان مصر يبقى عندها ابطال العالم في السكواش وفي الهاندبول، والهاندبول تاريخ كبير جدا، مصر عندها تاريخ كبير جدا. كلنا فاكرين الفرقة بتاعت المنتخب الشباب بتاعت 93 وبعد كده 99 و على فكره لما تيجي تبص هتلاقي ان المصريين بيحبوا الهاندبول جدا. صح، يعني بعد الكوره طبعا بيحبوا الهاندبول جدا. لعبه اكسايتنج، لعبه فيها ابس اند داونز، وفيها على طول كاونتر اتاكس وبريكس على طول. المصريين بيحبوا الهاندبول. صح، ولكن يعني لو تسمح لي اتكلم في دقيقه عن الهاندبول. المسؤولين عن الهاندبول في مصر في وقت من الاوقات عملوا ثوره، واتمنى ان احنا في كره القدم نتعلم من الثوره دي. في وقت من الاوقات بتحتاج جرأه كبيره جدا ان انت تغير الامور وان انت تحسن للاحسن. فعملوا ايه يا كابتن حازم؟ جم في وقت من الاوقات كان عندنا فقر كبير جدا في اللعيبه الشول، راحوا قايلين ان كل اللعيبه في كل فرق الناشئين والشباب اللعيب الاشول الجون باتنين. الكلام ده بقاله كام؟ بقاله 10 سنين عشان يدور على لعيب اشول. وبعد كده قال لك إن, ان 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 في البطولات بتاعت الناشئين والشباب لازم الشوط الاولاني تلعب بفرقه، ولازم الشوط الثاني تلعب بفرقه، والشوط الثالث وعمل الشوط الثالث تلعب ميكس ما بين الفرقتين عشان يضمنوا اكبر عدد ممكن من اللعيبه ان هو يشارك في مباريات الناشئين. ما يبقاش المدربين الناشئين معتمدين على عدد محدد والباقي اهملوهم. عملوا ان اللعيبه لغايه سن 16 سنه، اللعيبه طوال القامه عن طول معين، اللعيبه دي الجول بتاعها بجونين. حازم، كل دي حاجات قرارات الاتحاد الدولي بيسمح لك ان انت تشتغل فيها، تعمل حاجات عشان تطور اللعبه عندك. فيا ريت نبص الهاندبول عملوا ايه. عملوا حاجه مثلا ميدو، عملوا حاجه مهمه قوي اول مره اسمع عنها في التاريخ. انت النهارده جالك عرض وانت بتلعب في نادي مثلا هليوبلس، فجالك عرض من الزمالك، وجالك عرض مثلا من الاهلي، وانت مثلا عايز تروح الزمالك، مين صاحب القرار؟ مين صاحب القرار في انتقالك؟ الاتحاد. ليه؟ قول لي. لا مش فاهم. يقول لك ان انت مثلا جاي لك الزمالك، فالزمالك ميدو مهاجم رايح الزمالك، حازم هناك موجود مهاجم مش هيلعب، يقول لك لا تروح الاهلي. طيب يعني بص يا حازم، عملوا حاجات بس خلي بالك الحاجات دي كلها كويسه لان الناس دي ما عليهاش ضغط.
لا بس ده في الناشئين بس حاجه. لا لا انا قصدي وايه ضغط الناشئين؟ مش موضوع، مش قصدي اللعيبه، انا قصدي القرارات الاداريه. ايوه انا قصدي الناس دي ما عليهاش ضغط اعلامي، ما عليهاش ضغط، فبيشتغل براحته، بيشتغل صح. يعني انا كنت امبارح بعمل حلقه كده في الراديو، فبيتكلم على منتخب الشباب قبل بطوله كاس العالم اللي احنا طلعنا فيها مركز ثالث. الراجل بيلعب السويد في ماتش ودي قبل كاس العالم، فلعب السكند تيم، خسر فرق 10. قال لك انا اصلا نلعب مش هلعب الاساسي، هلعب احتياطي واخسر كتير عشان ما حدش يعرف انا هلعب ازاي. ده كويس جدا، لكن انت لما تقيس ده مثلا في كره القدم وتلعب بفرقه وهتلعب ماتش، عندك ماتش في كاس عالم بس خسرت 5-6، بس حسب انا مع ميدو وانت بتعمل ثوره تصحيح. اكمل بس الشجاعه، ما انا بكمل بس. انت طول ما انت بتشتغل ومحدش واخد باله منك، بتشتغل صح، بس محدش ضاغط عليك انك لازم لازم لازم، فبتشتغل صح. الكوره انا قصدي في الناشئين، لا صح، حتى في الانديه محدش يضغط عليك. لا انا قلت دي، يعني مثلا لو طلعت دي حاجه طبعا. سيف بيقول مثلا دلوقتي على موضوع ان الاتحاد هو اللي يقرر، الكلام ده حلو قوي في الهاند بول، انا استغربتها جدا. لكن انت لو عملتها في كره القدم هتعمل، هيحصل ايه؟ هيقول لك ده اهلاوي وانت زملكاوي، بس ده حازم عدنا ومجدي ماشي. يعني في حاجات اكستريم قوي، يعني في حاجات كويسه جدا، بس طول ما انت مفيش ضغط عليك جماهيري ولا اعلامي، بتعرف تشتغل صح. لان انت ما عندكش مش شايل حد هيشيل، انت بتشتغل اللي انت شايفه صح. ماشي فلا الهاندبول بصراحه انجاز بجميع المقاييس، مركز اول كاس عالم، مركز ثالث شباب كاس عالم الكبار، طلعنا تقريبا ثامن في كل ده في 3-4 شهور. يعني حاجه الحقيقه رئيس الاتحاد عامل شغل حاجه مشرفه بصراحه، يعني حاجه الحقيقه مشرفه وحاجه تشرف، ونبارك لهم ويا رب دايما من نجاح كده السكور بتاعنا لنجاح. نرجع تاني للحاجات بقى اللي تصد النفس والحاجات اللي اتعكنن، نشوف نحل مع الشباب دي. نطلع فاصل ونرجع نتكلم مين حط فيهم على مين. بحاول اتعاطف مع ميدو ولكن عايز يعني تنفس صناعي بعد الفاصل. الجولة الثانية في الدوري الانجليزي، واضح ان حازم بيتفوق برضه بشكل كبير. عملنا مسابقة صغيرة، عجبتني منك كلمة برضه، يتفوق برضه برضك برضك. ما عنديش حلول تانية يعني. انا عايز والله اوف اير بيقول برضك سيف. ايوه ده انا يا ابني لازم اتعرف معاك. طب ما هي ده انت بتقول فرق كبير، ما فيش حد واخد باله منك غير انا والوالدة بتدعي لك، يعني ما فيش حد تاني متعاطف معاك. ماشي انت كنت منتخب بالهالة بتاعت العالمي وانجلترا والهيصه دي. تاني كان بيعمل شوبينج، بقول لك كده هو اللي كان بيعمل شوبينج الاسبوع اللي جاي. خش في الاسبوع اللي جاي، خليها في الاسبوع اللي جاي. انا قايل لك بص يا عم، 3-4 اسابيع كمان. انا اول حاجه، اول حاجه انا ههتم بالدوري المصري، عملت الوايلد كارد وشلت الفرقه دي كلها، الفرقه دي كلها شمال اللي انا كنت عاملها دي كلهم بره، عملت فرقه من اول وجديد، بس يعني بس 2 أو 3 العمود الكردان بتاع الفرقه بره. انا استخدم الوايلد كارد مره كل دور، استخدمته بدري، وهنا المدرب اللي بيراجع اخطاء، في اخطاء منه لله اللي في بالي. طيب ده تشكيل حازم امام، تشكيل حازم ده يا جماعه ده بتاع الاسبوع اللي فات ولا لا؟ تشكيل حازم بتاع الاسبوع اللي فات، حازم عنده 47 والله كان ماشي كويس. ولا ادريان من الذين الدقيقه 85 اشرح لنا بقى البوينتس عندك ال 47 منين؟ لا ما ادريان طبعا جاب 3 نقط، عمل سيفز كويسه جدا، لكن طبعا خلص عليا انه راح مدي الجون لإنجز، فبالتالي خلص على ارنولد وخلص على نفسه. وانا يعني كان ممكن الاثنين دول يجيبوا لي مثلا لا يقل عن 13 14 نقطه فجاه. بس ستيرلينج مديك 6 نقط، كل البوينتس بتاعته اتشالت. ماشي بس ده كان دي 84، هو عامل سيفز وكويس جدا، لازم تالف ما تلعب يا عم البتاع. هو لوكاس وستيرلينج هم اللي فوقوك الوكر برضه، دخل فيه جونين طبعا فنزل كتير قوي. ارنولد دخل وعمل خد انذار ودخل فيه جون طبعا. ديني اللي يعني عامل في اسبوعين نقاط كبيره جدا، واحد من اهم اللعيبه، ده قلت عليه من اول اسبوع صح. بيساكا طبعا امبارح برضه او يعني الاسبوع اللي فات ده ما كسبوش وما كانش كلين شيتس طبعا. ستيرلينج دايما براهن عليه احسن لعيبه بتاعتي، فايق معاك بشكل كويس. الاثنين في نص الملعب هغير واحد فيهم، يعني الاسبوع ده هغير واحد فيهم لان الاثنين ما بيعملوش حاجه قوي. وبيانج برضه نفس الكلام، براهن عليه دايما واشتغل بشكل كويس. ويلسون كويس جدا، جايب لي في اسبوعين 14 نقطه تقريبا برضه. يوتا مش لسه بيضيع جوان كتير قوي، يعني الماتش الاولاني تحديدا ضيع جوان، فممكن برضه بعد كده ممكن يخش في التغيير. ميدو يا طبعا مش عايز اشوفهم
يعني مش عايز شغل. دي لعيبه خذلتني وانا غيرت معظمهم وانا عارف ان انا بعد ما غيرتهم هتالقوا. اجوير عامل معاك شغل كويس يعني. وده خلي بالك حظي حلو ان هو طلعها في الدقيقه 64. لو طلعها بليه بخمس دقايق ما كانش هيسيب لي حاجه، كنت اروح في داهيه. اتخانق معاه حتى اجوير، هو جوارديولا اتخانق معاه. عندي طبعا هيتون جون اسو فيلا كان لازم ماخدوش طبعا، غلطه كبيره بتعلم من اخطائي. كولمان انا بس كولمان خد انذار. انا عايز اقول حاجه، هيتون بس ما تدولوش فرصه، ما تدولوش فرصه والله. استنى ما تدولوش فرصه، استنى بقى. هات اللقطه بتاعت الاسبوع اللي فات هو بيتكلم على هيتون عايز اختاره ليه ودلوقتي. لا وروبرتسون طبعا في حاجه في الكوره اسمها هانج اوفر. استنى اقول لك، هو بيشرح مقنع. ايوه بس النتيجه مش مقنع خالص. لا هو بيشرح مقنع هنا والعكس بتاعها. بقول يا جماعه الفريق، يا جماعه الفريق ليش انتوا الفريق عملت لكم ايه؟ خلاص انا مش عايز اشوف. اول حاجه هنتكلم على الاسبوع اللي جاي. لا لا حطوا يا جماعه التشكيل، اتفضل. بنتكلم على صلاح ثلاث نقط برضو، هديله فرصه اخيره. بيريز نقطتين، وبنتكلم مارسيال جاب لي سبع نقط. لو كان عمل اي حاجه ثانيه كنت هكسب حازم. صلاح دي صلاح تديه فرصه اخيره، ممكن تغير صلاح. غيره. مفيش، انا مش زي كلوب، انا على طول يعني هيهرج هروح مغير. لوكاس موراس انت خدت الحلقه اللي فاتت بتتكلم عليه. لا 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 الحلقه اللي فاتت مديك 30 نقطه، زمالك دلوقتي في القاعده. لا لا وكمان مش عاجبني الانترفيو بتاع السي ان ان فهغيره. وعندنا طبعا الناس اللي قدام دي، اجويرو تمام. برضو الراجل ده هيريح. فالناس دي كلها بالوايلد كارد هنخش ان شاء الله من اول راوند اللي جاي باذن الله هكسب. لكن خلي بالك انا كسبت في التوقعات، ولازم خلي بالك من التوقعات ده. الناس اللي بتفهم، انا مالي وانا اللي بلعب على فكره. ايوه طبعا يعني بتوقع النتيجه. احنا رايحين لها لسه، ماشي. بس دي مسابقه احنا بنعملها يعني على جنب كده. لا ليه عشان ما تجيبش المشوار على الفاضي. ادي لك شوكولاته ولا حاجه او اي حاجه عشان صحيح ما تجيش المشوار على الفاضي. ماشي يعني انت شايف ان في التغييره دي هتفرق معاك بشكل كبير؟ ان شاء الله الراوند اللي جاي هكسب باذن الله. فعلا باذن الله. باذن الله الحلقه الجايه هنكون بنصور. بنصور برضه باذن الله. الحلقه الجايه هنكون متصور، هكون كسبان الراوند دي وهكون كسبان الزمالك. طيب انت التوقعات، خش على التوقعات بقى. التوقعات كنت بشكل كبير انت يعني ماشي على توقعات فوز الارسنال طبعا، وهو توقع فوز ارسنال طبيعي. توقعت اسون فيلا. انت كان حازم هو ال غلط. برايتون انا توقعت صح، هو توقع غلط. ايفرتون احنا الاثنين توقعنا صح. لا 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 برايتون انت توقعت غلط برضه. ليه؟ قلنا ايه؟ قلنا مستر هيكسب. انت وهو غلط. صح. اوكي ايفرتون توقعت انت توقعت صح انت وحازم. انا حازم. نورويتش ونيوكاسل انا غلط وحازم غلط برضه. ساوثهامبتون وليفربول احنا الاثنين توقعنا صح. مانشستر سيتي وتوتنهام انا توقعت صح طبعا، هو توقع غلط. والله العظيم راجل جاب جول في الاخر وكان هيكسب وخطا، وانا تعادل. وتشيلسي وليستر انا قلت. طب شيفيلد يونايتد توقع صح ليا وتوقع غلط. احنا توقعنا ماشي. وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد زياده واحد توقع صح. طيب ماشي يعني مش يعني لازم اخد نقطتين. حرام عليكم. ليه؟ أيوة بص انا هعدل لك القصه دي بحيث ان انا هعمل لك انا هعمل لك حاجه، هعمل لك ان انت لو جيت من البيت تاخد نقطتين. ليه؟ ولو كملت معانا بقيه الحلقه تاخد نقطتين. يعني هشوف لك حاجه فاهم قصدي نمشي بيها الامور. حازم الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي بقى يا عم. الاسبوع الجاي. الاسبوع والله العظيم اكسب الراوند ده. عامل نفس الفرقه. عندي مشكله بس ان في ديني مصاب لغايه دلوقتي مكتوب 50-50، فهسيبه عندي وهحط حد كيلي احتياطي عشان لو لعبش يتحط كيلي مكانه. بتعمل تغيير واحد بس. اعمل تغيير واحد بس، هطلع بيريز لاعب ليستر وهحط ماونت لاعب تشيلسي. تمام. ميدو مغير الفرقه كلها. غيرت الفرقه كلها. جيبوا لي بقى الفرقه بتاعتي. تمام يا جماعه الفرقه بتاعتي علشان الفرقه قدامك على الشاشه اهي. دي الفرقه الجديده اللي انا عملتها، دخيه رجعته مره ثانيه التشكيل الاساسي. روبرتسون حطه زي ما هو اهو. روبرتسون موجود. ووكر طبعا عامل شغل كويس جدا مع توتنهام. بيريرا واحد من اكتر المدافعين اللي بيجيبوا بوينتس. وكيلي من 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 بولي. من بيرنلي واخد بيريز. بولي من من وولفرهامبتون. بولي من وولفرهامبتون وبيريز صلاح بيدرو ومارسيال وبرناردو سيلفا وراشفورد كابتن الفريق. ان شاء الله راشفورد الماتش اللي جاي هيجيب جول. شايف ان صلاح يفول الجوله الجايه يا ميدو؟ الجوله الجايه ليفربول عندهم مين؟ الجوله الجايه ليفربول عندهم ارسنال. ماتش بيبقى مفتوح دايما ارسنال. صلاح هيجيب جول ان شاء الله. صلاح هيجيب جول وهيعمل اسيست. تمام. فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نشوف التوقعات اللي بيكسب دايما فيها ميدو. نحاول نشوف لها اي بوينتس، نحاول نعمل اي حاجه، نحاول نظبط له اي حاجه. شركه الانتاج بنصور مسلسل. بنصور مسلسل. فاصل ونرجع بعد الفاصل. يلا نار.
ونرجع تاني للجزء بتاع التوقعات والجوله الثالثه في الدوري الانجليزي. ميدو اول ماتش استون فيلا، مين يكسب؟ استون فيلا لعب مين؟ ايفرتون. انا هقول ايفرتون. في ايفرتون؟ لا في استون فيلا. فيلا تعادل. انا هقول ايفرتون. ماشي سجل تعادل. سجل يا تاريخ. حازم انا بقول تعادل. انا بقول تشيلسي اللي بعده. تشيلسي نورويتش تعادل. نورويتش تشيلسي تعادل. تشيلسي هيكسب. تمام تعادل ولا تشيلسي هيكسب؟ تشيلسي هيكسب. ماشي برايتون. تعادل. برايتون ساوثهامبتون. برايتون. ميدو تعادل. مانشستر. مانشستر. مانشستر يونايتد اكس. شيفيلد. ليستر سيتي. تعادل. تعادل. ويست هام. واتفورد. واتفورد يكسب. واتفورد يكسب. ليفربول ارسنال. ويست هام هيكسب. طيب ماشي. ليفربول ارسنال. ليفربول. مانشستر سيتي. او تعادل. لا تعادل. تعادل. ها 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 انت ايه؟ تعادل وانا تعادل. ماشي. بورنموث ومان سيتي. مان سيتي هيكسب. تمام. انتوا الاثنين مان سيتي هيكسب. توتنهام هيكسب. توتنهام هيكسب. ولفرهامبتون هيكسب. وولفز هيكسب. تمام تمام حبيبي يا سيد. احنا بنقول يا رب. طبعا كل دعواتنا ودعوات الوالده معاك وكل حاجه يعني. يبقى قابلني. ها يبقى قابلني. لا لا ان شاء الله. ان شاء الله. بس اقول لك ايه، لو جت الاسبوع الجاي كمان. لا لا ان شاء الله. انا هديك عذر بس ندر ان شاء الله باذن الله. ندر بس عشان جمهورنا اللي بيتفرج علينا. ندر لو انت تفوقت الاسبوع الجاي تيجي بالمايو بتاعك السبيدو ده. لا لا لو لا لا لو, لا. لو اتغلبت الاسبوع ده هخش في مرحله الذبح بقى، ان احنا ايه هندبح وبتاع وهنجيب عجل قدام. لا انا هديك بتاع. بس هديك اكسكيوز لغايه عشان هو في الكاس وعنده ماتشات برده، الراجل برده عنده شغل وتركيز وماتش مهم. انت بتهتف عليه يعني؟ معلش خلينا نديله. لا يعني جايبين واحد غلبان يعني بتهتف عليه ماتشات الكاس. لا يعني احنا جايبين راجل كبير غلبان يعني بتهتف عليه. لا تركيزه برده يعني. ميدو حبيبي يعني بشكرك. حبيبي يا سيف بشكرك، شرفتني ونورتني. شكرك يا سيف. شكرك جدا جدا. سوسك كتير بس كويس يعني ان شاء الله. هو بيحب السوسه قوي. سوسه قوي. بحبها من زمان. حازم نكمل. انت بتقول بتقول حازم انت بتحب السوسه. ممكن نفتح كادر ونجيب الشورت بتاع حازم يا جماعه، كان هو برضه متع جمهوره ومفيش مشكله. السوسه حلوه وكانت مكمله لتحت. مش مشاكل يعني. مكمله لتحت. ماشي. على المهم انت افتكر بقى انت اللي ابتديت. لو كمل البرنامج ده فتعالى قابلني. بشكركم شكرا جزيلا. وهاتوا هد العالمي والامبراطور، وما زال حازم امام في الصداره. نستني الجوله الرابعه اما نشوف ايه اللي هيحصل. اشوفكم على الف خير. Stars of Fantasy.